بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا التراين وحنتحدث عن خطوات التراين. التراين بتكون تذكر انه هو يتبع الجو ريجستريشن، فبالتالي التراين راح نعمل فيه كل خطوات الجو ريجستريشن مرة اخرى. حنبدأ فيهم واحد واحد. نبدأ بالليبيال فولنس، نتأكد انه عندنا 90 ديجريز. هي بحط الزاوية من زاوية الانف اللي الفلترم تاعت النوز مع اللب اللي هي الزاوية هون. المسطرة مرتاحة، اعدي لي هيك عندي 90 درجة. عندي شوية reduced here، اشي بسيط. لما بتفرج من جنب، اذا تفرجت من جنب اوكي بتلاقوا المسطرة شو مغطي، بس يعني في تقريبا بس ملي انه اللب مش لامسة. but I will accept it. وذن 1 مليمتر discrepancies يعني بنقدر نقبلها. يعني بين اللب والمسطرة بالمسطرة لازم تكون كله متلامس 90 درجة من هون لهون. اوكي على فكره باي ذا واي اسالوا، اللي عنده سؤال يسال بالعكس بفيد في اثناء الشرح. اوكي السؤال اللي بعده، الليبيال فولنس بطريقه الفانكشن. في طريقتين انا في احصل الليبيال فولنس، الطريقه الاولى بالمسطره وزاويه ال 90 درجه، الطريقه الثانيه يحكي. فعد لي من 1 ل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بتلاحظوا انه اللب تطلع وبتنزل بدون اي فراغات تحتها، ما نشا اي فراغ وهي بتشتغل. اللب طبعا عم نحكي عن اللب الجزء العضلي منها وليس الجزء اللوس اللي طري ومتناثر. هذا الجزء كتير لوس، طري كتير وما له عضله. اما الجزء اللي بحكي عنه العضلي هون، العضله وهو بيحكي طالعه نازله عم تعمل ريستنج على التيث، ومعناته انا عامله ليبيال فولنس كويس. طب نفس الشيء حقول له يعد وهو مبتسم شوي. عد. ايوه ليش؟ عشان نشوف الناب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بلاقي هذا الناب مسنود كويس، هذا لا في شويه فراغ، يمكن انتبهتوا له كان في شويه فراغ فحنعدله. اوكي بعدين نبدا البك الكوريدور كمان، بس مش محضرين لك نكته اربداويه اليوم. اوكي فالبك الكوريدور is reduced on both sides. I'm going to ask احكي للتكنيشن انه تخفضه. السبب ليش البك الكوريدور راح، اول شيء احنا لما عملنا الواكس ريم احنا عملنا مع بك الكوريدور. اوكي واحد من الاسباب اللي ممكن تكون هي السبب ليش البك الكوريدور راح، انه التكنيشن مرات بشيله كل الواكس الابر وبصير يصفه فري هاند بايده هيك من غير جايدنس قديش بدي بك الفولنس وغيره. السبب الثاني وهو السبب الاكثر انه اذا فرجنا هون بتلاقوا هذا البيشنت كلاس 3، فالماج الماندبل اعرض كثير من الماكسيلا بسبب انها زايحه لقدام. بنعرف البادي اوف ذا ماندبل كثير اكبر من الماكسيلا، فتخيل بيشنت عنده كلاس 3 وعنده ريزوربشن، معناته الماندبل بوزيشن تاعها لجهه الوايد اكثر مقابل الماكسيلا، زائد انه الريزوربشن قرب الالفيولر ريدج اللي هي ريزيديوال ريدج صارت اقرب للبادي، والبادي اوسع من الالفيولر ريدج اللي فوق. متذكرين الدنتال ارش اضيق من البادي اوف ذا ماندبل، فهلا مع الريزوربشن صرنا اقرب للبادي فصار اوسع. هم عشان يعملوا كومبنسيشن هون حافظوا بهاي. هذا التكنيشن عد سنك بعد، احنا صورنا اكثر من فيديو انه شو انواع الكومبنسيشن والكاموفلاج اللي بنعملها لما نكون كلاس 3. هون هم اختاروا انه على حساب البك الكوريدور. اوكي في طريقه ثانيه انا بدي اشوف انه هذا بكفي لهذا المريض ولا لا، فهم شو عملوا؟ عشان الماندبل اوسع راحوا عملوا الاسنان زحوها بكلي اكثر على حساب البك الكوريدور، بطل عندي بك الكوريدور. ولكن حافظوا على شو؟ عضوا اسنانك بعد، حافظوا على الاوفر جيت صحيح اللي هو البكل كسب مور بكل من اللور بكل كسب، صح؟ الابر بكل كسب مور بكل، فحافظوا على اللاترال اوفر جيت اللي هون. هاي واحد من الكومبنسيشنز، لكن انا بقدر اعمل هذا الكومبنسيشن ما دام عندي انف ريدج. هحكي لكم كيف. انا حطلع هدول الاسنان الابر واجي اقارنهم مع الكاست. اوكي وبدي اشوف هل الفانكشنال كاست تاعي هل هو فوق الريدج ولا برا الريدج صار في هذا البيشنت، لانه عنده وايد بون. شوف قديش عنده البون وايد. اي ويل اكسبت ذس، راح اقبله. ليش؟ لانه الفانكشنال كاسب هو المنطقه اللي بتركز عليها الفورسز. الفانكشنال كاسب هي هون، اذا مسكت هاي عمودي ونزلتها هيك الفانكشنال كاسب هون. اوكي اذا شلت هاي وشفت الفورس العموديه وين نازله، نازله هون صح على الطرف الخارجي بس ما زالت جوا الرج، لانه هذا الرج عنده كتير عريض. فانا راح اعمل اكسبتنس. ليش؟ لانه في شيء تو سبورت. هلا في بعض البيشنتس بتلاقوا عندهم الماكسيلا كتير صغيره، نفترض انه زي ما بعض البيشنتس موجود الماكسيلا بس هالقد العظم فيها، هذا مش موجود الجزء.
حتصير السن عم بيعض برا الرج. اللي بر لما يعض برا الرج معناته شو صار؟ في فلكشر. تخيلوا انه هذا الدنشر، لو مسكت هاي نفترض انه هذا دنشر، كل ما المريض بده يعض بده يصير فلكشر، بدها تنطعج الدنشر، واحنا مش منتبهين عم بنطعج. ليش؟ لانه الفانكشن الكسب مش مسنود برج. فهاي الطعجة مع الوقت، مع الوقت هاي الطعجة بالدنشر راح تعمل لي كسر في وسط الدنشر. فلهذا البيشنت حقبل هذا الكومبنسيشن اللي هو انه يزيحوا الاسنان مور بكلي، لانه مازال ضمن الوايد فيري وايد ريدج عنده. شوفي من هون لهون الريدج عنده واتش از ستيل سبورتد، فحقبل هذا الكومبنسيشن. في كومبنسيشن اخر بيعملوه عشان يضلهم فوق الماندبل لما تكبر او لما تصير كلاس 3. الكومبنسيشن الثاني انه لا، بصف الاسنان لجوا شوي مع بحافظ على البك الكوريدور، بينما بصف الاسنان التحتانيه مور بكلي. فشو صار؟ الاوفرجيت الجانبي صار ريفرست، صارت اللور بكل هي اللي مور بكل ذان ذا ابر. هذا برضو مسموح. في بعض البيشنتس بيحتاجوا يونيلاترال كروس بايت، وفي ناس بيحتاجوا بايلاترال كروس بايت لانه كثير الماندبل واسعه. بس لهذا البيشنت اي ويل اكسبت ات لانه ما زالت ضمن عرض الماكسيلا. صحح على حساب البكل كوريدور، انا حتابع المريض بالدنشر، اذا اذى تشيك تاعته، اذا صار في اي تشيك بايتنج راح ارجع اعمل ا نيو سيتنج ا نيو دنشر. اوكي، بس فور ناو اي ويل اكسبت ذس ميكانيكلي لانه ما زالت سبورتد باي ذا ماندبل. تمام. طيب اذا هذا بالنسبه للبكل كوريدور. نكمل تشيكاتنا، لازم برضو نشيك على الميد لاين مره تانية. حناخذ المسطره في نص الوجه، عض اسنانك على بعض وهو وانت مبتسم، بس بدي اشوف انه الاسنان بلوسط التم. يس ات از. انت بالكاميرا ما شايفه من بعيد، لا تعالي هون بحيث ان تشوف المسطره بس حفه، لا تشوفي لا هذا السطح ولا هذا السطح. اوكي، انا حنصف الوجه بالضبط تاع اسنان تحت الميد لاين، مش بس هيك الابر ميد لاين مع اللور ميد لاين. صحيح. اوكي، هي خلصنا الميد لاين. كناين لاين الانر كانثس مع اللاترال الف سايد، مع بكشف عن الكناين المفروض اكون عند التب. هاي مره ثانيه الانر كانثس تاعت العين اللي هي الزاويه الداخليه من العين، مع طرف الالة الجانبي اللي هو حفه النوز هاي، مع الكناين انا عند التب تاعته. هذا صح. اذا الكناين لاين صح والميد لاين صح. خلينا نشوف الجهه الثانيه، دائما لازم نشيك الجهتين، لا يكفي ان اشيك جهه واحده، مرات بكون عندي ديسكريبنسي. هاي بالضبط انا عنده وهو مرتاح كمان. اذا دخلت هاي انا بكون عندي الديستال اوف ذا كناين صح، هو مرتاح طبعا، مش هو مبتسم، المبتسم بكون راح اكثر. هون نفس الشيء، اذا هو مرتاح انا عندي الديستال اوف ذا كناين، هاي مع الكورنر اوف ذا ماوث كومباريزن مع الكورنر اوف ذا ماوث، فالكناين لاين صح. هلا شو بعده؟ الباراليزم. بمسك الفوكس بين مره ثانيه. السؤال، طب كيف بدها تخرب هاي الاشياء؟ طب انا ماخذها صح من المره الاولى، شو ممكن يصير بين السيتنج وبين هاي الفيزيت؟ مرات بتصير انه انا مش عامله ماونتنج صح، خاصه اذا كانت الهيلز تاعت الكاست خابطه ببعض، معناته الكاستات ما كانت راكبه 100% جوا البيس بليتس تاعتي اللي انا مثبتيتها، فعملوا ماونتنج على ذلك. لما فكوا البيس بليتس، البيس بليتس رجعت كل البيس بليت على الكاست تاعها، بس الكاست نفسه مرتفع لانه الهيلز كانت خابطه اللي هي هاي المنطقه. اوكي، هاي مرات بتصير الديسكريبنسي انه هدول كاينين خابطين. هنا لا، احنا في حالتنا كويسه، هاي فاضي، هذا الهيل فاضي وهي الهيل فاضي، معناته الماونتنج كان صح، اعتمدنا 100% على الواكس. بس اذا كانت في بعض الناس الهيلز خابطه، بتكون الكاستات مبتعده بس انا مش شايفيتها لانها مخبيه بالبيس بليس اللي انا مثبتيتهم، فبيطلع معي الفلوجن غلط او بيطلع في ميلان. اوكي، في سبب ثاني اذا التكنيشن شال الابر واللور واكس وعمل فري هاند سيتنج، مرات بتميل معه ايده ما فهم. بعض التكنيشنز صح بشيل الابر لحال، بس بكون ماخذ اللور كجايدنس له وين يصف الاسنان. بس احنا المفضل دائما انه سن باي توث باي توث. طب احنا هلا بدنا ناخذ الباراليزم، بدنا نتاكد انه ما زال موجود، لانه زي ما قلنا احتمال انه يكون راح. فباجي بحطه على الايز، اذا البيشنت مغمض عينيه بقدر استخدم، او اذا في مشكله في البؤبؤ بقدر استخدم قلنا الحواجب، الطرف العلوي من الحاجب، وانا شايف المسافه العموديه بين هون لهون نفس المسافه العموديه من هون لهون. اي اكسبتد. هلا لجنب تتفرج على الجهه على شمالك. انا اخذنا باراليل مع اللور تريجس، هاي تريجس اخذنا على اللور، وهون ما زالت باراليل مع السيتنج اوف ذا تيث. كويس، باجي نلف على الجهه هاي. سمحت، نفس الشيء لور تريجس مع اللور الا وما زالوا باراليل، اي اكسبت. بس طيب تمام، خلصنا باراليزم. شو هلا؟
خلينا نعمل فيزيبيليتي اول. احنا اتفقنا انه احنا هذا البيشنت ما صورناه قبل هيك، انتم شايفين التصوير هذا الديمو كل مره بنعمله على بيشنت مختلف، بس خلينا نحسبها كانه اول مره لهذا البيشنت. احنا بدنا نعطي الايج جروب، ذس ايج جروب وي جوينج تو جيف هيم ميبي اونلي 1 ملم اوكي. للفيميل ممكن اعطيها 2، ما شاء الله شكله مش كتير كبير والحركته تدل انه ما شاء الله فيزيكلي ممتاز، فحنعطيه 1 تو 2 ملم. لكن هذا بنعطيه اذا كان ايش، اذا كانت اللب عاديه، اما اذا اللب طويله او اللب قصيره لازم ارجع اعيد الحسابات. فبدي احسب اللب، هاي مسطرتي، هاي نقطه الصفر هاي هون، فاذا اي زياده في المسطره بعد الصفر بدخلها جوا الانف، بخلي الصفر هو بالضبط على الزاويه هاي اوكي. خلينا نقبل القلم اوكي. فهاي الزاويه اللي بدي اقيسها اللي هي بالضبط التقاء الانف مع اللب، اي شيء زياده عن الصفر بطلعه لفوق استوب. هلا هذا بدي اقيسه مع الماندبل مرتاحه، البيشنت ابرايت، الماندبل بتنتهي هون تحت الشن بالضبط على تقريبا 8.1. ال 8.1 كم ثلثها الحقيقي؟ 2.7. هذا البيشنت هل هو 2.7؟ باجي الابر ليب، باجي الايس الابر ليب، اذا قست اللور فيشل هايت قسته. اللب لما تكون في النورمال رينج ما بوصفها انها لونج ليب ولا بوصفها شورت ليب اذا كانت الثلث الحقيقي لهي المسافه. فانا الثلث الحقيقي 2.7، بينما هاي اللب مش باخذ الجزء الجاف منها وانما اخذ الجزء السفلي منها، اتس 3 سنتيمتر يعني 30 ملم، بينما انا الثلث الحقيقي 27 ملم، فهي كم اطول؟ 3 مل. انا كنت ناوي اعطيه 1 ملم واللب اطول بثلاثة، معناته شو حيصفي عندي؟ ماينس 2، لاني اللب حتغطي، كنت ناوي يعني اللب هاي الاسنان نفترض، اللب لو كانت طبيعية كنت حاترك له 1 ملم، لكن اللب الطويلة باي 3 ملم، معناته انا حزيد 3 ملم عن الفيزيبيليتي، فمعناته لازم هاي تكون ماينس 2. فهمتوا الفكرة؟ طيب باجي بقوسه هو مرتاح هيك، باجي بالمسطرة بحطها تحت الاسنان وبلاقي عندي الماينس 2 موجودة. اوكي عنده ماينس 2 تو 3 او اكسبت ذس فيزيبيليتي لهذا البيشنت. طيب خلصنا فيزيبيليتي، هلا بنروح للور بنقيس فيها الفيرتيكال دايمنشن. فبدنا نحط نقطة ريفرنس مرة ثانية ونحط ريفرنس هون، أي منطقة اللي تبين هيني شايفيتها بشكل واضح، وقول عد على أسنانك تمام ريح شفايفك خليها مرتاحة، كثير مهم الشفايف مرتاحة قلنا المرة الماضية ليه؟ لانه اذا زمهم او شدهم الشن بتطلع ومرات بترتفع تقريبا سنتي، فكتير مهم اقول له ارتاح احكي ام 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 وخلي شفايفك مرتاحه ومفتوحه ما تزمها على بعض. طيب جيت باخذ قياس، نفترض اخذت هاي النقطه مع هاي النقطه، it is at occlusion 8.7 تقريبا 8.7. هلا بالريستنج بوزيشن بطلع اللور، اذا الابر بضله يوقع كمان بطلع الابر. الدراسات بتحكي انه الفيرتيكال دايمنشن والطائم جوا غير الفيرتيكال دايمنشن والمريض مرتاح، والريستنج بوزيشن والمريض بالدنشر جوا برضه غير الريستنج بوزيشن بدون الدنشر، بس الريست مع الدنشر ولا بدون الدنشر 1 ملم ديسكريبانسي مش سيجنيفيكانت كلينيكلي. فاذا طلعت الاثنين او طلعت واحد اتس اوكي. ليش طلعت اللور؟ لانه بدي اتجنب يكون في اي انترفيرنسز، يمكن هاي اللي خليته يفتح تمه زياده، فبدي اتجنب اي اوكلوزال انترفيرنس وبدي اتاكد انه مرتاح 100%. كيف بدي ادور ارجع لموضعيه الراحه؟ مره ثانيه بقول له ابلع، طبيعه الانسان بعد ما يبلع مباشره برتاح، وحقول له خلي شفايفك مرتاحه وما تزمها مع بعض، هي الوضع الراحه. وطبعا البيشنت رافع راسه عن الطاوله عن الكرسي، ما هوش مسند راسه لورا وانما واقف راسه عموديا. طب هلا بدي اجي اخذ القياس، هناك كانت 8.7، نشوف كيف قد صارت 8.7 صارت 9 او 9.1، فاذا احنا within the range. هلا قلنا الرينج لا يكفي اني اوصل ال 2 ملم او ال 4 ملم، لازم ارجع اشيكها مع حكي المريض، لانه في بعض المرضى بيحركوا الماندبل كثير، في بعض المرضى طول هم بيحكوا ما بيحركوا الماندبل، الماندبل عندهم كانها فيكست، فبدي اشوف انه هاي الاثنين او الاربعه اللي انا قستها انا جوا الرينج، بس بدي اشوفها مناسبه لي ولا لا، بدي اشوف حرف السين، من السين بدي اشوف المسافه العموديه بين الاسنان. يلا عد لي من 1 ل 10. 1 2 3 4 5 6 7 في نص مليمتر وين بتوين، والسين طالعه ممتاز، فانا اكسبت الفري سبيس، هذا الفري سبيس مناسب لهذا البيشنت. ممتاز، شو الفانكشن الثانيه تاعت اللور؟
اخذ الار سي بي فباجي بمسك الماندبل بقول له لسانك لسقف حلقك ايوه تمام شفتوا الدروب بالماندبل حسيته هيك وقعت هاي الدروب بدليل انه موست بروبلي انه في الار سي بي وعد سنانك بعد شوي شوي عد ممتاز دخل مباشره جوا الانتركاسبيشن السنتريك انتركاسبيشن اللي اسمها سنتريك اوكلوجن وما عندي مشكله في الار سي بي اذا خلصنا كل شيء في الجو ريجستريشن تمام الان تبدا جلسه الترايل اوكي طيب شو اللي جد عندنا في الترايل وجود اسنان معناته انا كل اللي بدي اركز عليه وجود الاسنان شو الاشياء اللي متعلقه بالاسنان استاتكس فوناتكس اند اوكلوجن بزيد عليها في جلسه التراين باخذ البوزدام احنا في جامعتنا هون بنعلم البوزدام مع جلسه التراين في بعض الجامعات بيعلموا انه تاخذ البوزدام وترسمها مع السكندري امبريشن فحسب الجامعات احنا بناخذها مع التراين فحنزيد عليها التراين بس هم مع الاسنان في ثلاث خطوات بدنا نجي في الاستاتكس فونيتكس اند اوكلوجن بالنسبه للاستاتكس احنا بدنا نتفرج على الالوان هنقارن الوان مع وجه البيشنت نتاكد انها مش قد وبرضه نعطي مرايه لازم ناخذ الابروفال تاعه حجم الاسنان عاجبك شكل الاسنان عاجبك موقعها عاجبك حاسس انها كبيره صغيره في فراغات فيش فراغات محشوره عاليه نازله بدي اخذ راي المريض في هذا الشيء فبمسك تمسك مراي وانت احكي لي ايش رايك في اسنانك ان شاء الله عجبتك واحنا برضو كطبيب اسنان علينا نشوف موضوع الشيد نفس ما اخذناه المره الماضيه انه تمام في ملحوظه لازم نحكيها للمرضى دائما اللون الزهري اللي تحت الاسنان هذا شمع هلا مش اللون الزهري اللي بالطقم النهائي فانسى اللون اللي تحت ما بدي تحكي عن اللون تحت خلينا بس بالاسنان هذا بس شمع يمسك الاسنان اذا زابط عشان نكمل للطقم الثاني كيف الامور ما هو ببينش هسه بدي اسبوع زمان بس ما في عندك اعتراضات هاي لا هيك تمام انا بس بدي شكل اسنان لسه اللي من تحت هاي فعلا بتبين مع الاكل مش لا بحكي عن الاشياء اللي بالفيتنج سيرفيس انا ما بدي فيتنج سيرفيس اليوم بس بدي الاسنان اسنان كويسه والسين ما شاء الله بالصلاه على النبي طيب تمام طب هلا بدنا الاف والاف تحكي لنا اياهم اف اف ان واف ام إف. شو هدول الحروف بعطونا؟ بعطونا موقع الأسنان العلوية من اللب الأف بالطبيعة إذا المريض بدي يحكيها صح لازم الأبر تيث تيجي على الدراي لب هون تقريبا خليني لأنه هاي فوناتكس هاي الفنكشن الثاني مش قلنا استاتكس فوناتكس أند أكلوجن فوناتكس هلا حنبدأ فيها حرف الأف عادة إذا المريض بحكيه صح بيجي هون على الجزء الجاف من اللب شوف الاف تيجي هون على الجزء المبلول من الشفه هلا اذا المريض قلت له احكي اف وحكاها اف ناشفه معناته الاسنان تو ماتش رايحه لوين للداخل لينجوال الاف الاصل اللي نحكيها جوا اللب فاذا حكاها اف معناته الاسنان راجعه لورا كتير طب اذا قلت له احكي اف وحكى ليها اف معناته الاسنان طلع لبرا كتير احكي لي الاف اف 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 اوكي عنده بقدر يعملهم صح فالاوفر جيت والاوفر بايت اكسبت اوكي وعارف نفرق الصوت يعني صوتيا انا سمعت اف وسمعت اف مختلفات عن بعض اوكي مش بالضبط محل ما انا رسمتهم الان بس هاي بس للتوضيح فكره انه الاف تيجي على اللب الجافه والاف تيجي شوي للداخل اكثر بس هو بالنسبه له الفرق بينهم كتير صغير ولكن صوتيا احنا سمعنا اف لحال والاف لحال معناته الاوفر جيت عندنا كويس في احرف اخرى الاس وكل عائلتها العائله الاس والاش والاز والاس كل هدول شو هدول هدول عشان نعرف انه هل الاسنان بتطلع صوت الصفير يعني اللي بدرس تجويد واللي بدرس قران بيعرف هاي الفروقات الصفير للسين عشان يطلع او الصاد عشان تطلع لازم تكون الاسنان في ثلاث شروط لها خليني اورجيكم اياها بايدي بس شوي اول شيء عشان تطلع السين صح لازم ميلان الاسنان العلويه طالع لبرا صح هيك اثنين لازم السفليه كمان طالعه بميلان ما تكون واقفه اذا واقفه بتبلش تعمل عناش هذا بسموه سلاش ساوند اوكي بدي احكي السين بس بحكيها ش. ليش لان الهواء بهرب عشان الهواء يعمل الصفير وهو زي اللي بيعملوه الصغار لما بدهم يسفروا اصلا شو بيعملوا لما بدهم يسفروا مش بيضايقوا لسانهم وبيضايقوا شفتهم بحيث تطلع صوت صفير حاد هي عمليه انك تعمل نفق كل ما النفق ضاق وطال للهواء وهو بمر مر من نفق طويل وضيق بيطلع الصفير هلا النفق كيف بعمله اول شيء بميلان اللور تكون الروتس ده جوا والانسايزر لبرا الابر كمان نفس الشيء
وكمان مش بس هيك، بيجي لسان من جوا يتخبى ورا الأسنان السفلية وبصير في هواء بيطلع من بين فوق اللسان من ورا الروجي أريا بيطلع بين الأسنان. أوكي؟ فإذا خلينا نحكي هذا لسان مثلاً، لسان بنزل هيك عشان يعمل هذا النفق. هلأ شو أسباب السين ما بتزبطش معنا؟ يا الأوفرجت كبير الهواء عم بهرب، يا الانكلينيشن اوف ذا تيث غلط فالهواء ما بهرب هيك بشكل سموث، بيصير له ديستراكشن كأنه بخبط خبط، أو إنه النفق اللي ورا الأسنان جهة الروجي أريا الواكس تقيل أو ثيك، فمرات هذول البيشنت لازم نعمل خفف لهم الأكريليك أو الواكس ورا. بس هو عنده كله ظابط. أوكي السين الإش إس إس احكي لي يا ملحرو إس إس إز إز إس إس إش إش كل الأحرف طالعة صح، معناته الممر الهوائي اللي بيطلع كل هاي الأحرف عنده صحيح. بس سبحان الله في بعض البيشنتس يمكن في عنده أوفرجت مثل هيك، ما الممر الهوائي عنده مش كافي بسبب طريقته اللي بحطه بها لسانه أو الأكل اللي بيكون خميل. ففكرة تفهموها الأس وعائلتها تخرج بسبب الروجا أريا ثكنس صح، الواكس وراء الأسنان الأمامية صح، الأنجوليشن تاع الأبر تيت صح، والأنجليشن تاع اللور تيت صح، وموضع اللسان ورا الأسنان صح أثناء حكي الحرف. فعنده كله هذا موجود. خلصنا استاتيكس وخلصنا فوناتيكس، هلأ وين بدنا نروح؟ على الأكلوجن. في الدنشرز إحنا بنحتاج للأكلوجن نستخدم هاي الورقة، الورقة هاي لأنها بتاخد بايلاترالي بنفس الوقت. أوكي ما بناخد اللي شكلها ستريب. ليه؟ لأن أنا بدي أخد الأسنان عن يمين وعن شمال بنفس الوقت بنفس اللحظة. فباجي وحطها، مرات بتعلم مرات ما بتعلم. حصل للناس مثلا اللي بيشتغلوا على بورسلين بتلاقوا انه مرات بيحطوا الارتكيليتي بيبر بيحطوا علامات بتطلع ما علمت. اذا حاسين انها ما بتعلم بطريقه صح في ثلاث اشياء لازم تعملوها. اول شيء تنشفوا الاسنان كتير كويس. اوكي ما تخلوش المريض يعمل حركات كثيره في نفس الوقت، بدنا حركه واحده كل مره. الشغله الثالثه مرات عشان الحبر هذا يعلم اكثر بدهن عليه طبقه خفيفه من الفازلين اذا حسيته ما عم بلزق من كثر ما هو بلشت. هذا بتصير مرات معنا بالبورسلين تيث، بتصير معنا في الزركونيا تيث انه الارتكليت بيبر ما بتعلم. اوكي فانا بدي احطها، بدي احطها فوق الاسنان مره ثانيه بدي انشفها. اتاكد الاسنان ناشفه عشان تعلم. هنا مهم البيس بليس تكون ثابتة. بدي اختار، اذا اخترت الازرق فوق والاحمر تحت بدي اتذكر انه انا لما بنعمل اكسنتريك حنقلب لجهة تانية. هلا حنقول له عض بالسنتريك اونلي. خليك فاتح. هاي تأكدت باصبعي انه الارتكليت بيبر فوق كل الاسنان، ما هيش زايحة لجنب او رايحة لجهة. بثبتها بكلي على التيث. اوكي هلا صح. بقول له عض على العضة الداخلية. لسانك اللي سائف حلقك؟ ايوه عض وعض. شد عليها شوي وافتح. افتح وسكر مرة تانية ثلاث أربع مرات. افتح وسكر افتح وسكر افتح وسكر. طيب هلأ منطلع الأسنان ومنشوف الألوان. أوكي إحنا هلأ طلعناها من تيم البيشنت وبدنا نقارن الأبر مع اللور وبدنا نشوف أنواع الأكلوجن. وهنا مع أول دنشر بتتبعوا في هاي الطريقة بتبدأ تفهموا الأكلوجن تاع الدنشرز أكثر. أوكي هلأ عندي هذا الأبر وهذا اللور، حطيتهم قبال بعض. ليش؟ لانه لما يكونوا قبال بعض اسهل علي اشوف مثلا في مشكله بهذا السن بشوف هذا السن، لانه هذا السن بعض عليه صح ولا لا، فاسهل لي اني دائما احطهم بارك شيب. اوكي اللور مقابل الابر. اثنين احنا باي عضه الان اخذنا السنتريك اللي هي ار سي بي ريتروجريد كونتاكت بوزيشن في وين في السي ار ريليشن اللي هي تاعت الكوندايل جوا التي ام جي. على فكره راح اعمل فيديو هلا كمان شوي عن الفروقات بين هاي المسميات، لانه في بعض الطلاب بتلخبطوا شو الفرق بين السي ار سنتريك ريليشن والار سي بي والانتركاسبيشن والماكسيمم انتركاسبيشن والانتركاسبال فريدم واكثر من مصطلح متعلق بالاوكلوجن. بعض الطلاب مش فاهمينه فحرجع احكي عنه. بس احنا البيشنت الان عضلنا في السنتريك ريليشن الكوندايل في السنتريك ريليشن والاسنان في الريترودد كونتاكت بوزيشن. اوكي طب الاسنان بدي اقارن، باجي بشوف العضة توزع الأسنان في الأكلوجن السنتريك أكلوجن شو بيكون الأسنان لازم تكون عضة عندنا؟ شو الأسنان المسموح تعض؟ بس بوستيريور. أوكي كل كسب فانكشنال كسب هون لازم يكون عاضد جوا الفصة المقابلة له، متفقين؟
وبرضه كل فانكشنال كاسبون لازم يكون عادل جوا الفصة تاعته. فأنا باجي بقارن، أنا شايفة هون لون أحمر، شايفة هون لون أحمر، شايفة هون لون أحمر، هون خف اللون الأحمر صح؟ معناته هذا السن مش عادل. هلأ سؤال، بدي أرفع هاد ولا نزل هاد؟ إذا قلتي لي بدي أرفع هاد حقولك غلط، وإذا قلتي لي نزل هاد بقولك غلط برضه. في شرط لازم يتحقق، إذا هذا الشرط موجود بعرف مين اللي عمله. باجي هاد بحطه على الأزازة، أعطيني المراية مثال ماسك بس شوي بحطه على المراية وبشوف الكيرف أوف سبي والكيرف أوف ويلسون. هلا كيرف أوف سبي موجود والكيرف أوف ويلسون يعني بسيط هون، ولكن موجود في، ولكن موجود أوكي بسيط. فإذا السيتنج تاعه صح، إذا الأبر صح كل التعديلات بعملها على اللور. متذكرين قواعد اللي اخذناها بسنه ثالثه؟ مين الكسب اللامس، الابر بكل، البريمولر البكل، السكند بريمولر اثنين، السكس بس الميزيو باليتال، السفن كله مش لامس ولكن مع الكيرف سبي وكيرف ويلسون. متذكرين قواعد السيتنج؟ فانا بدي اشوف اذا قواعد السيتنج متحققه هون معناته كل التعديلات حعملها في اللور. كيف بعملها؟ بجيب انا بدي اعدل هلا بالكروجن في طريقتين، حعمل الطريقتين، حعمل لوحده هاي لوحده وهاي وحده. وبرضه نشوف هون الفانكشنال كسب ضربين اوكي، هاي خفيف شوي فحعمل كل وحده اورجيكم طريقتها. هاي حعمل الطريقه الاولى، هذا الطحونه حعمل الطريقه الاولى. الطريقه الاولى اني كيف بدي اعدل الاسنان واعدل مكانها، اني بغرز هاي وهي حاميه تحت الواكس هون اوكي، داب الواكس اللي تحتها صح، وجيت من هون دوبت الواكس. فشو صار؟ في عندي شوية حرية بحركة السن، بقلب هاي لفوق، هاي رفعت السن، عملت حركة هيك اوكي زي ليفرج. باجي بحط هاي، اعملي بوز. هلا ايوه هلا التقوا مع بعض، ملاحظين كيف التقوا؟ وبوستيريوري صاروا فيري جود ميتنج. الطريقة الثانية بوز. طيب الطريقة الثانية هاي الطريقة الثانية، وهي ناشفة أو باردة أوكي. بمسك هذا السن وبقبع من مكانه، بقبع من مكانه. لما أجي أقبع من مكانه شو لقيت؟ لقيت في حفرة محله بالضبط أوكي، هاي الحفرة محله. بجيب واكس من الخارج أوكي، بجيب واكس من الخارج وبدوبه بدخله في تحت السن. لاحظين الحفرة شو عملت فيها؟ عبيتها واكس من الخارج قلبته للداخل. ممكن اجيب قطعه خارجيه من الواكس برضه كمان بقدر اعملها، بس المهم عبيت الحفره مكانها واكس، وهو ما زال طري بحطه بمكانه اوكي، ما زال طري حطيته بمكانه. هو شوي اعلى من الاوكلوجن، بازي بمسك الاوبوزنج اوكلوجن وبضغطه في مكانه لحد ما ينزل، اخذ مكانه النهائي. شايفين هلا السيتنج بوستيريرلي قد ايه ثابتين مع بعض؟ شوف قد ايه راكبين مع بعض، ولا فراغ لا لينجولي ولا بكلي. فهيك عدلت الكلوجن بدون ما ازيح السن، لا لبكل يهرب مني ولا لينجولي. انتبهوا انه كثير طلاب مرات بقول لهم عدلوا مولر او عدلوا شيء بروحوا يزيحوا كله برا الارتش، لا انا في نفس مكانه نفس الحفره نفس كل شيء، بس مجرد ضفت شويه نقطه واكس تحته ورجعت ضغطته مع الاكلوجن عدل العدل. هاي طرق رفع المولر. هلا مفروض انه لو جبتها حسناها تبرد بعدين بحطها بتمبيشنت وبشوف الالوان، اتوقع انه حلاقي الريد كلر صار موجود. هلا اللور، هلا حنحكي عن الانتيرير اوكلوجن. اذا مره ثانيه حكينا بوستيرير، لازم كل فانكشنال كسب عاضه جوا الفصه تاعتها. الاسنان اللي ما لقينا عليهم الوان اللي هم السفن هون والسفن هون، كاين السفن هذا مش ملاقيهم صح، فرفعنا هذا السفن رفعنا السفن، ولو نرجع لتمبيشنت حنلاقيهم بلشوا يضربوا. هلا بدنا نتأكد من الانتيرير تيث، هل في عندكم ألوان على الانتيرير تيث؟ يس، في خفيف هون، في واحد هون، في واحد على الدستل هون، دستل ودستل هون هون هون، شايفيتهم هون، معناته في تلامس أثناء السيتنج أوف ذا تيث. التلامس هذا شو مشكلته؟ مشكلته أنا لما أكون في الأكلوجن، ملاحظينه الأسنان لامسة بعض، عندي أوفر جيت وأوفر بايت وتلامس، الثلاثة موجودين. هذا مش مفروض يكون موجود في الدنشر. ليش؟ عندي اكثر من سبب. اول شيء هم اوريدي متلمسين في السنتريك صح؟ معناته اي حركه جانبيه شو صار؟ يا كانين جايدنس يا انسايزل جايدنس. هل مسموح؟
يكون عندك أنا قادس، لأنه الدنشر بضلوا يصير يقلب. حتى بعضكم في تراين بلاحظ لما يحط التيث على بعض بصير أسنان يقبعوا من مكانهم بسبب الهاي فورس هاي. أوكي، فالدنش هلا بتراين لأنه واكس بتحمل إنه الأسنان تطلع، بس بالدنشر ما حيطلع الأسنان من محلهم. شو بصير الدنشر كله يقبع من محله؟ أوكي، بصير ليفرج عليه. فهذا أول سبب. ثاني سبب، شوف الدايركشن of the lower teeth. وين lower teeth متجهين؟ متجهين على أسوأ مكان يتحمل. نفترض كل أسنان تأخذ العضة، أوكي الأبر تيث تأخذ عضة واللور تيث تأخذ عضة ما في مشكلة، لكن تفرج على العظم، شوف قديش العظم عندي هون to support، عندي good bone to support، عندي good bone to support، عندي slopes to support، عندي buccal shelf area to support ويمنع الresorption. بينما هون لا عندي buccal shelf ولا عندي بلت، والسلوبس رفيعة والأريا ثن، فهدول أسوأ بون موجود عندنا في المنطقة. فهدول التيث لازم يكونوا out of contact. كيف out of contact؟ مش معناته بدي شيل overjet overbite. الoverjet والoverbite موجودين، ولكن مع مسافة قصيرة بينهم زي هيك. يعني أنا الآن رفعتهم عن بعض، هاي أثناء الأوكلوجن، شوفوا لو رفعتهم هيك، شوفوا الoverjet والoverbite موجودين لكن دون تلامس. هذا اللي بدي أحصله. فشو رح أعمل؟ رح أعدل على lower anterior teeth. مرة تانية إذا كمان شكيت في الموضوع اتفرج على اللور تيث أوريدي. يعني أنت لما تمسك الأسنان هيك واتفرج عليه ليبيلي، شوفوا صفة الأسنان، الكناين كتير أعلى من اللي جنبه، صح؟ متذكرين بسنة ثالثة الرسمة اللي كنا نورجيكو إياها للستينج، إنه في خط مستقيم هيك واللور عليه هيك السنترالز واللاترال والكناين ديستالي تلتد بس عليه هذا الخط، على هذا الخط. بينما هون شو عندي؟ الكناين طالع لفوق صح؟ أعلى من الخط، فهذا الكناية بده تنزيل وهذا الكناية بده تنزيل. طيب هلأ السؤال، أنزله بترمينج ولا أنزله بالواكس؟ لا، في مسافة واكس. أول شيء لأنه في مسافة واكس، نفترض لا في مسافة واكس، أنا أعمل ترمينج للتوث ولا أنزل في الـ؟ لا، مشكلة كتير من الناس بتفكر إن الكلوزر أدجستمنت إنها بتنعمل في تراي إن باستخدام البير. شو بروح يشيله؟ التوث، غير انه مخرب المورفولوجي تاعه. في عنا مشكلة تانية بتصير، انه الاسنان هاي مصممة انه الموست هايلي كروس لينكت هايلي جليزد، اقوى سيرفس موجود هون على سطح الاسنان. اذا انا عملت له تريمينج في تراين وعملت له تريمينج في الدنشر ديليفري، انا فقدت اقوى جزء، فبالتالي الوير في هذا الدنشر حيكون سريع. فانا لازم احافظ على الاسنان قد ما بقدر. التريمينج بعمله ما بعمله في تراين، هو اصلا هيك، عشان هيك بنعمل تراين، عشان اذا في اخطاء نعدل في الاسنان في مكانها بالواكس وبالشمع وبالبيس بليت، ولا اني اشيل من السن. حوريكم تعديل واحد للكناينز لان هم اعلى شيء عندي، فبمسك الكناين بقبعه من مكانه. هاي اول تعديل، اني ادوب الواكس تحته. باجي بتفرج واحد تحته في واكس كفايه، ما بعرف، بدي امسك الهوت هاند بيس بلاك رون كارفر، بدي أدوي بالواكس نفس الحفرة، لاحظوا نفس المكان، بس مجرد عملت السوكت هاي كانها سوكت، دوبت الواكس فيها، بدي أرجع الكناين بنفس الانجوليشن بنفس الساتنج، لأنه في ناس بتهاب إنها ترجع تشتغل بعد المختبر، بتقول بشتغلش على شغل المختبر، خلي شغل المختبر أنظف من إيدي. لا، بقدر أعدل وبقدر أضغط لتحت وبقدر أضبط الانجوليشن تاعت الروت، أوكي، وأتأكد إنه بس خلصت أنا ما زلت جوا الأرش. طب حاولت أنزل بالواكس ما كان كافي، ممكن حتى أشيل من الواكس إذا ما كان كافي. هاي شايفين أنا بقبع بالواكس عشان أنزل للأسفل، باجي بقبع الواكس، وهلأ صرت لامسة وحتى يمكن سمعين صوت هالبيس بليت، بدي أشوف هذا كافي ولا لا، باجي بنزل التوث مكانه، هل كافي؟ هل عمل لي أوفر جيت عندي كليرانس؟ صار السنة البكاس مش راكب بداية الأسنان صح؟ هل عندي سبيس؟ صار لا مو كافي السبيس، معناته أنا مضطر أعمل تريمينج. طب بعمل تريمينج للبيس بليت ولا للسن؟ بيس بليت أسهل لي، لأنه البيس بليت عادة بتكون مرثك في هاي الأريا لأنها علفة، فبيكون خميلة. الحل الثالث، إذا خلصت البيس بليت وصارت شفافة وتقريبا خزقتها وصار مبين إنه ما في بيس بليت أحفر منها، مسموح لي أحفر من السن، ولكن وين؟ لاحظوا السن له شكل صح؟ شايفين هذا الطول الحلو؟ نفترض انه بدي انزله وما عندي سبيس، اذا قصيته بيقصر معي، فممنوع اقصه بشكل عام هيك، اللي بقصه بالاتال او لينجوال وفيتنج سيرفيس. اما هذا الليبيال بخليه زي الفينير، لو مهما قصيت من هون، لو مهما جورت من هون، لو مهما جورت من هون
بضل السن الفينير موجود فمحافظ على الليبيال سيرفس. انا شفت دنشرز نعملهم دليفري بيشنتس ما عنده انتر ارش سبيس كتير, والتكنش عشان قصر اسنان قصر من هاي الجهه اللي هي لينجوال زائد فيتنج, وكمان قصر هون صاروا اسنان كانهم اسنان بيبيز, كان هذا سيد وستيت بتعرف السيد وستيت كيف شكلها مربع اكثر من الطاوله, فهذا مش صحيح. فانا شو حعمل, حعمل تريمينج للبيس بليت من هون من هون وانزل الواكس او اطلب من التكنشن يعمل لي اياها. اوكي حنرجع لك. طيب احنا هلا خلصنا تعديل الانتركاسبيشن في السنتركليشن, الان بدنا نروح على الاكسنتريك. الاكسنتريك عشان انا اجي اسجله عدى سنة كمان بدي استخدم البيبر, بس هلا بدي اقلبها. يعني اذا انا كنت معطي افتح شوي, اذا انا معطي احمر للي تحت هلا بدي اخليه ازرق, ليه؟ عشان اميز وين الكونتاكت موجوده. فحعمل كونتاكت هيك, حقول له عض اول شيء على اسنانك الخلفيه زي ما بنعض هلا زي دائما. الطالبه عدلت صار في عندنا اوفر جيت اوفر بايت بس بدون تلامس. اوكي هلا هو هلا بالسنترك خليك عضض. هلا من هاي العضه قدم لي فكك لقدام هيك. ايوه تمام شايفه كيف جاب المانديبل لقدام. هلا ارجع لورا, بدي برضه من هذا المكان فكك لليمين كانك بتعلك على خبزي هون. ايوه وعلى الجهه الثانيه مره ثانيه عض خلاص. ايوه تمام عض مرة تانية في العضة الصحيحة. حد عضة صحيحة. يلا مرة تانية اعلك كأنك عم بتعلك لقمة بتمك يمين وشمال. ايه تمام لقدام ولورا. طيب باجي هلأ باخده وبنرجع نقرأه بالخارج. اوكي احنا هلأ اخذنا الاكسنتريك. اكسنتريك يعني عض خارج العضة الصحيحة. سنتريك ريليشن يعني جوا واحنا في الار سي بي. الاكسنتريك اي عضة خارج هاي النقطة اسمها اكسنتريك. ممكن تكون يمين ممكن تكون شمال اللي بسموها لاتروتروسيف, او ممكن تكون امامية اللي اسمها بروتروسيف. ريتروسيف ما في عنا, ليش؟ لانه احنا بالار سي بي اصلا المريض ما عم بيقدر يرجع لورا اكتر من هيك, ما في ريتروسيف بس بروتروسيف ليفت اور رايت لاترال شفتس. اوكي فالالوان نتفرج على الالوان. هذا الالوان بدنا نشوف اليمين مع الشمال, نتأكد الأسنان كلها مكانها, نتقارن العضة, منلاقي إنه على الإكسنتريك عنا هدول أسنان ماخدين عضة شوي هيفي, هدول كانوا فانكشنال أوريدي, معناته الأبر تيث مش مصروفين صح, مش عامل لهم فريدم, بينما هون أخذ عضة ولكن ما عنديش هيفي بايت غير على هات. أوكي في الأمامي السنتريك الأمامي هون صار في عضة وهنا مسموح الآن. هلأ بدنا ننتبه إنه الإكسنتريك هنا تبدأ قاعدة البول رول وقاعدة البالانس اوكلوجن. في السنتريك بس البوستيريور تيث بتضرب, اما الاكسنتريك لو نبدأ نتحرك على الجنب احنا بدنا صفة البالانس اوكلوجن وبدنا صفة انه اي انترفيرنس اشيله من البول. فعندنا هنا فيري هيفي بايتس, هذول فانكشنال ما بعدل عليهم. ليش؟ لانه انا بتذكر اذا انا عملت انه هذا الكسب وهي الفصة صح؟ وهي النون فانكشن الكسب. انا في اللحظه ان كنت سنتريك معناته هذا الكسب وين داخل في الفصل اقباله, متفقين؟ طيب لما اجيت رحت على الجنب وصار في عندي انترفيرنس وهيفي بايت, اذا شلت من هاي شو بصير؟ راحت الاوكلوجن اللي كانت سنتريك. فعشان هيك تبدا قاعده البول. شو معنى بول؟ ابر بكل, هدول البكل كسبس ما كانوا عضين صح, مش مشاركين بالعضه, هدول بس بيعملون اوفرجيت يزيحوا تشيك لجنب. باللور هم اللور لينجوال. اوكي هذا مثلا اللور لينجون هون في عليه عضه عاليه, شايفينها في عضه عاليه على هذا اللور لينجون. بالابر بكان العضه العاليه ما في هون بالمره, موجود عندي هون. فهذول بس بدي اعملهم ري اورينتيشن للاسنان جوا الواكس, لان تذكروا اصلا لما كنا نعمل السيتنج للسكس نفترض هذا السكس, مش كنا نقول لكم بس بعد ما تحطوه على الازازه ارجعوا ارفعوا بكل شوي تعمل كيرف اوف ويلسون؟ هاي هي الفكره. ليش انا رفعته شوي بعد ما عملت الاوكلوجن؟ لما احد الاوكلوجن لما يجي هذا الكسب اللي هو الفانكشن الكسب بيطلع لبرا, لما تكون انا عامله هاي الازاحه الجانبيه بيطلع لبرا سموذلي بدون ما يصير في انترفيرنس, وبنفس الوقت بيكون حافظ على شو؟ على البنس اوكلوجن. النون فانكشن الكسب لامس والهاي لامس. طب نفترض هلا اللور لينجوال هو العادد عالي صح؟ كنا هيك جيت انا وانا طالعه اللور لينجوال خبط, البكه المكان كان سموث بس اللور لينجوال خبط اللي هي حاله هذا السن. اوكي اللينجوال اللي خبط مش الابر, شو بتكون؟ زي ما عملت كيرفو فولسن في الابر اني ازيح هذا بكل شوي, الكيرفو فولسن في اللور معكوس, البكل اعلى من اللينجوال, فهذا السن مفروض اميله هيك هو في مكانه. فهمت الفكره؟ اذا هذا السن اللي هو اللور لينجوال بدي اميله للاسفل شوي بيكون بعطيني
فريدم هاي عشان يصير بالانس اكسجين، بحيث لما ازيح جنابي الكسبات تلتقي بدون اي انترفيرنس بالوان سموث وكلها نفس الالوان اوكي بدون انترفيرنس. فاذا هنا شو حاطلب من الطالبه؟ هون حاطلب منك هذا لور لينجوال في عليه هيفي بايت غير عن الباقي، الباقي تلامس بسيط، هذا بدي انزله بلينجوالي هيك، انزل هذا الكسب خاصه بدي اعمل له كيرف فولسن في اللور، وتذكر الكيرف فولسن في اللور معكوس الكيرف فولسن في الابر، البكل اعلى من اللينجوال هون، بينما بالابر. طب السؤال انه اعدل في الابر واللور؟ بنرجع اذا هذا على الازازه صح كل التعديلات بعملها في اللور. طب هون شوفي كمان عندي نون فانكشنال كسب عليه هيفي بايت، هدول النون فانكشنال كسب ما عليهم اي هيفي بايت، بقول لك اوكي شوفي كيف هون صار ياخذ اوكلوجن، السيفنز ماخذين اوكلوجن، عدلنا الاوكلوجن، هلا هذول الاثنين ماخذين هيفي بايت. بالاكسكيرجنز هدول ماخذين هيفي بايت وواضح ليش؟ لانهم اعلى من اللي جنبهم. فانت عدلتي هدول، انا حقول لك نزلي هدول نص ملي فبيصيروا كلهم مع بعض بعطوني بالانس اوكلوجن بدون ما يعملوا انترفيرنس. شايفين الانترفيرنس؟ كيف عرفت انه انترفيرنس؟ الوانهم اغمق من اللي حواليهم. يعني هم هدول بيشتغلوا كيونت، هدول فتحات الالوان، لازم يكون في الوان، اذا ما فيش الوان معناته ما فيش اوكلوجن. لازم يكون في الوان ولكن هدول اغمق من اللي حواليهم، فمعناته هذا اسمه انترفيرنس بالالوان بشوفه. فمحتاج هدول اثنين تنزليهم، وفعلا لما تفرج عليهم جنابي هدول اعلى من اللي جنبهم. فانا حقول لك قديش تنزليهم، بس مجرد يصيروا على مستوى بعض، ابو نص ملي. ماكسيمم ملي. الابر حكينا هاي الهيفي بايتس بسببها هيفي بايت من هون، الفايف هذا لاحظوا حتى الفايف اذا بتفرج قريب طلع من محله اثناء الانترفيرنس، شايفين كيف الواكس؟ طلع من محله هيو طلع، لانه عليه هيفي بايت، فمعناته انا شو بدي اعمل؟ بدي ابعه من مكانه ادوب الواكس تحته، ما فيش واكس تحته، حتى انا شايف البيس بليت على فكره، هي اساسا انتم سامعين صوتها، معناته ما حينفع اني انزل فاكس لانه ما في عندي واكس اصلا، معناته انا بدي اعمل تريمينج للبيس بليت قبل ما انزله عشان اقدر اعمله، ويمكن هذا اللي خلى يصير انترفيس التكنيشن ما كانت قادره تنزل الواكس، يمكن ما انتبهت انه ممكن لازم اعمل تريمينج للبيس بليت. فحنعدل هذا هيك الاوكلوجن بكون تمام، حنرجع لكم بالديمو لما نعمل البوست اميريا. اوكي بس هاي سؤال سالتني اياه طالبه بس وانا عم بستنى اعمل الادجستمنت لهذا السن، هي بتقول لي دكتوره طب مبين انه كانه في بايت هيفير ذان ذس ون. السؤال هم هدول هم الانترفيرنس لما تكون هيفير، يعني هذا عليه كلر وهذا عليه كلر هذا عليه كلر وهذا عليه كلر اوكي، بس هدول الوانهم اغمق، هذا فانكشنال كسب هذا فانكشنال كسب، اكتشفنا انه النون فانكشنال كسب عليه عضه عاليه فبعدل بالابر، هنا هاي نون فانكشنال كسب عدل باللور، هذا ماخذ عضه كويسه وهذا ماخذ عضه كويسه، هون ماخذين عضه كويسه بس خفيفه شوي، يمكن لما اعدل الانترفيرنسز بشوف الاوكلوجن النهائي. فسؤالك انه هدول بعتبرهم هاي اوكلوجن؟ مش هاي اوكلوجن لانه كانوا بالفيرست اوكلوجن صح، انا ليش هلا بعملهم سيبريت عشان اميز؟ هي المشكله كانت بالسنتريك ولا بالاكسنتريك؟ ما ظهر هاي الجهه عليها الوان اغمق الا بالاكسنتريك، معناته هاي انترفيرنسز وليست اوكلوجن. الاوكلوجن الاول اذا بدي اتاكد او شكيت شو بعمل؟ بمحي كل هالالوان اوكي، بنظف الاسنان كويس وبرجع بعمل سنتريك بايت، مش انا عدلت على هذا وعدلت على هذا وعدلت على هذا، لما اخلص كل التعديلات باخذ البايت وبشوف هل هي العضه جهه عن جهه اكثر من جهه. فاللي انت شايفيته هو كانه عضه اعلى، هي مش عضه اعلى، هاي انترفيرنسز ظهرت على الاكسكيرجن فجاه. Okay, the student had done the adjustments. This is the new excursions after all adjustments have done had been done. You notice that we have a bite on all posterior teeth. The colors are almost equal, and we find that we don't have any interferences on the non-functional cusps. The anterior teeth from canine to canine are biting. That means they are holding the balanced occlusion. Okay. فحكينا الالوان صارت متوزعه بالتساوي من الكناين للكناين ماخذين عضه، معناته احنا حافظنا على الاكسنتريك بالانسد اوكلوجن، صار ما عندناش بالبرول كل الالوان الغامقه اللي كانت عندنا فانكشنال كاسب صراحت، صارت الالوان كلها متساويه وهذا اللي بدنا اياه، معناته الدنشر عم بيعض في كل الاماكن مينتيننج ا كونتاكت، معناته الدنشر مش حيعمل حركه اثناء العض من جهه لجهه. اوكي طيب هذا البالانس اوكلوجن خلصناه، هلا بدنا نروح لاخر خطوه في الجو ريجستريشن، عفوا في التراين اللي هو عمليه تسجيل البوزدام. هلا في ممكن انه احكي انا بدي اسجل بوزدام على الكاست، مشكله الكاست سهل اني اسجل هاي المنطقه، هاي المنطقه اللي هي البكل باوتش وعلى اللفه في الهاميولار اريا، لو حطيت قلمي اوتوماتيكلي لما اكون بالبكل باوتش بس امر هيك وخلي القلم يكتب لحاله
وأنا بدور صرت مباشرة في الهاميرال أريا. أوكي؟ فإذا هذا جزء من بوست دام سهل أرسمه على الكاست. وهون نفس الشيء هيني بالهاميرال بالبكل باوتش بعدين لفيت ودخلت في الهاميرال أريا هاي تيوب راستي. بس وين مشكلتي؟ مشكلتي بهاي النقطة، هاي النقطة اللي بدها تسجيل، فهاي بدي أسجلها من جوا تيم البيشنت عشان نعرف ليش احنا ما بنعتمد هون. في بعض التكنيشنز بيقول لك خلاص انا برسمها هيك وبرسمها هيك لحاله التكنيشن وبصير يعمل لك باتر فلاي شيف وبرسمها. بس مشكلتها لما يرسمها التكنيشن، نفترض انا تكنيشن وجيت قلت انا بدي ارسم هاي وخلص خلينا نحط هيك ونحط باتر فلاي شيف هيك وباتر فلاي شيف هيك وخلصنا. بس مشكله هاي الطريقه انه انا ما بكون عارف حالي صح ولا لا. نفترض انا على الفايبريتنج لاين وصار الدنشر يوقع لما يحكي البيشنت، اذا جيت عملت تريمينج عشان اضبط الفايبريتنج لاين جوا تيم البيشنت انا بتكون رحت عند البوست دام اللي انا رسمتها. فلازم فعليا البوست دام ينسجل من داخل تيم البيشنت. فكيف بدنا نعمله؟ حنشوف الان. طيب هلا احنا بدنا نبدا بالبوست دام. الالم بلينا، بدي اجي ارسم. مرات وانا بحاول ارسم الالم ما بيعلم. اوكي، بتكون ايش في عندي؟ سلايفا. شو بدي اعمل؟ بجيب جوز وبمسح السلايفا. اذا في سلايفا ما بيعلم الالم. اوكي، الشغل الثاني عشان يعلم الألم بمسح الألم نفسه، حتى برات بشخبط عشان أعمل فريش سيرفس. مرات السيرفس كونتامينيتد بالسلايفا فبدي أتأكد إنه نظيف الألم. ببلو الألم مبلول والبلت نظيف. هلا باجي بعمل خط بغض النظر وين بعمله. بقول للمريض احكي احكي لاحظين إنه هز، معناته مش هذا. فباجي أجي لقدام احكي بلسه بهز، باجي منه لقدام يحكي بطل يهز. شايفين؟ بطل هذا يتحرك. فهي المنطقة بعلمها بالزيادة. اوكي؟ خلي المريض فاتح. ليش خلي فاتح؟ لأنه إذا سكر ممكن اللسان يرجع يمسح اللي إحنا عملناه. بجيب البيس بليت وبطبع وبشوف. هلا البيس بليت إذا ممدودة صح مفروض إنها تطبع عليه. في بعض البيس بليتس إذا ناقصة بحط يوتيليتي واكس وبطبع عليها. اوكي؟ شديت بالفينجر تاعي عليه بطلعه وبشوف رسم. يس رسم. هلا في بعض البيشنتس ما برسم بسبب انه اثناء اللايت كيورينج البيس بليت بتبعد عن التيشيو، هدول لهم انذر بروسيجر. فهلا اجي امسكت وعلمت. اوكي، هلا نفترض ما علم على البيشنت، بجيب جوز مبلول بحطه بهاي الطريقه وبثبته، باخذ فيه بعلم، بروح الكاست بحطه وبعدين برمي الجوز برميها. اوكي، فخلينا نشوف هذا بيعلم هلا على الكاست ولا لا، هذا سؤالي. هنعمل بوز ونشوف. اوكي اوكي، هاي اللي قلنا، هاي اللي طلعت في تيم البيشنت بألم مبلول. لاحظين الألم مبلول، رجعت علمت عليها، بحاول اطبعها في مكانها. اوكي، ما طلعت معي، عم بضغط وحاسه انها مو لامسه وفعلا ما طلعت معي، ما طبعت هون. اوكي ليه؟ لانه اثناء الكيورينج هاي بتبعد شوي بصير شرنكج. فانا شو بدي اعمل لطريقه اطبعها؟ في طريقتين. طب خلص، في طريقتين اني انزلها هون. اما اني بعمل تريمينج لهون، بعمل زي نوتش وبعدين برسم من جوا النوتش، هاي طريقه بتغلب. بجيب طريقه ثانيه، ممكن اجيب اي جوز. اوكي، الجوز ببله بمي. اوكي، وهو مبلول باجي بحطه على هذا البوزيشن، هنقبله بمي. المي بتساعدني انه يعمل ادابتيشن على السيرفس. اوكي، ومش بس هيك، شو صار؟ زي شفاف شوي صح؟ فأنا مسكيته مثبتيته بإيدي، برسم الخط الجديد اللي أنا رسمته، باجي بقلب هاي وأنا مسكيته لسه مثبتيته بحطه في مكانه. ممكن أعملها بمحرمة، ممكن أعملها بجوز، ممكن أعملها بأي شيء. بضغط عند البلت وبرفع. علم ولا ما علم؟ علمني هاي بداية الخط. أوكي، فعرفت أنا وين. طيب أعطاني علامة. هلا شو ضل إني أرسم؟ بضل إني أرسم هذا الخط هيك وهذا الخط هيك، بوصل بين اللي أنا رسمته أخذته من الأناتومي. هلا في بعض البيشنتس ما عندهم أناتومي كويس، تيوبراستي مكسورة عندهم ورفيعة كثير وما بتعرف هي الهاميلو نوتش هون ولا هون ولا هون في التيوبراستي. هدول بالبيشنت باخذ كل اللاين جوا تيم البيشنت، لازم أرسم كل اللاين من جوا تيم البيشنت. بجيب كعب القلم بضغط 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 لما أوصل للوز تيشيو برسمها، فحتى اللاين كلياته برسمه تيم البيشنت. هدول المرضى اللي ما عندهم تيوبراستي كويسة. خلصنا رسمناهم. البتر فلاي شيب معروف إنه لقدام منه، وبما إنه هاي كلاسيفيكيشن تاعت الصف بلت عندي كلاس 2، في شوية زاوية ولكن مش حادة.
بتتذكروا كلاسيفيكيشن اوف سفلت، معناته انا عندي مجال امد. كثير مهم هون تفهموا النقطه انه البترفلاي شيب اللي عم برسمه يلتقي هون بالوسط، لانه الميد بالاتاين سيوتشر ما بتحمل بريشر كثير، ولازم يلتقي قبل ما ادخل على على الهامينو نوتش، لانه اذا رسمت البترفلاي هاي فوق الهاي التشيو، هاي تشيو من فوق من نوع اللي هايبر كيراتينايزد وثيك، اذا بحفر فيها it will spring back the denture، بتصير الدنشره زي الزنبرك بضغط عليه بترجع بترفع، بضغط عليه برجع بترفع. This is not compressible tissue، ما بقدر اضغطها، فالمنطقه اللي بسوح اللي اضغط فيها فقط هاي، فباجي بعمل هاي وباجي بعمل هاي. اوكي خلصنا. هلا باجي احفر. دائما الطلاب بيسالوني استخدم بير ولا استخدم ايدي؟ بتقدر تستخدم ايدك. اذا استخدمت ايدك هاي شايف بحفر الكاست. هلا وين ما في خط رسمته بحفره 0.5. السؤال اعدي اوصل لينجوال الباكر باتش ولا لا؟ هلا السؤال اول إشي لازم نعرف انه الحفر في الهامينو نوتش لازم يكون موجود. ما بوصل الهامينو نوتش بوقف حفر. كثير شفت طلاب لما يعمل باس دام بوقف حفر هون، لا الحفر بعد الهامينو نوتش. اوكي السؤال الثاني، هل بمد بكلي ولا لا؟ اذا ما عندي تيوبراستي كويسه بمد بكلي اكثر، اذا تيوبراستي مقصوصه او صغيره او رفيعه كثير، لاني بدي مور ريتنشن، بدي مور كومبرسيبلتي، بكمل الحفر حتى لهون. اوكي كل البكر باتش بعمله، بس هون انا عنده تيوبرستي كويسه، بس انا بكفيني الهامينو نوتش لحالها، فهي الهامينو نوتش وين تنتهي؟ هون، فانا عديتها كلها. الخط هون برضو بحفر، هون بحفر، انا حفر جهه واحده وانت حتشوف الباقي عشان الطالبه تعمل الباقي. اوكي هي حفرت 0.5 قد ايه مسحت الخط اللي انا رسمته، شو صار محله؟ ديبرشن صغير مش اكثر من هيك، هذا هو الحفر. اوكي هاي 0.5 وفي الوسط طبعا بدنا نحفر 0.5 وانت بتكمل الرسمه الجهه الثانيه. طيب طب بغسل شوي بس عشان يبين معي بالتصوير. وقف. اوكي انا خلص غسلت. اوكي غسلته عشان بس يبين معي بالتصوير. اذا هاي الحفره ال 0.5 هاي. اوكي وعندي 0.5 هون وعندي 0.5 لاخر اللي هاميرر اريا، بدل ال 2 ملم او 1.5 ملم دبث، باجي بحفر هون ال 2. لاحظي انا قريبه شوي على البوستيرير. اوكي بحفر بحفر لحد ما احس انه انا 2 ملم او 1.5 ملم جوا الكاست. اوكي هون بتاكد من العمق عشان في بعض الطلاب بيكونوش عارفين شو العمق اللي بدهم يوصلوا له، فهيك انا بتاكد. بس وصلت ال 2 هلا مع ال 0.5 اللي هون باجي بعمل معهم بيفل، فشو صار الصحن؟ صار شكله زي الصحن وصار سموث، بطل فيه irregularities، وبرضه بعمله بيفل مع posterior line. فهون انا متاكده انه هون انا فتت ال 2 ملم وعملته سموث مع هذا اللاين وعملته سموث مع الانتيريور لاين بيفلد، وهون بعمل وايد بخليه على الاقل 2 ملم وايد. ليش؟ لانه مرات اذا انا معديه البوست دام اريا واحتجت اعمل تريمينج في بضل عندي سيل. اوكي فعملته لايك 2 ملم وايد بس ديبث بس 0.5، الديبث 0.5 بس الويث 2 ملم، بحيث اذا احتجت اعمل تريمينج للدنشر يكون ضل معي سيل. هي البيفل شيب ملاحظين سموث من الديبث اريا، سموث مع البترفلاي الامامي اللي هو الانتيريور رابيتنج لاين، ومع الخلفي برضه سموث وعامل بيفلت وال 0.5 واصله لبعد الهاميلر نوتش اريا. هون بهذا الحاله ما احتجت الباكل باتش، بس اذا المريض ما عندوش تبرست كويسه بدي احفر حتى الباكل باتش ال 0.5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5. اوكي تمام هيك خلصنا التراين، وبدروح التكنيشن بدك انت تعمل الجهه الثانيه، والتكنيشن بعدها بيبدا لنا بخطوه الواكس اب الفستونينج والدليفري الفلاسكينج والدنشر بروسيسينج والدليفري. ويعطيكم العافيه، شكرا لك.